السلام عليكم، انا احمد مدحت من فون فاليو، ودي نظره على معالج شركه ارم الجديد كورتكس A72 اللي بيدعم اغلبيه شيبات الشركات للفئه الرائده والمتوسطه. بيجي الكورتكس A72 من شركه ارم عشان يصحح مسار الشركه ويرجعها للتركيز على اجهزه الموبايل، لان الكورتكس A57 ما كانش موجه اكتر لسوق الموبايلات، وده اللي تسبب في مشاكل كتير لكل الشيبات اللي اشتغلت بيه زي السناب دراجون 810 واللي حصلت له مشكله السخونيه. حتى الشركات اللي نجحت في التغلب على السخونيه فكان استهلاك الطاقه عالي جدا زي سامسونج وون بلس. في النسخه دي شركه ارم ركزت انها تعمل تعديلات على معالجها القديم عشان يشتغل بكفاءه اعلى على الموبايلات، وكان تركيز الشركة برضه إن المستهدف بيه إنه يشتغل على تشيبات بحجم 16 ل 14 نانومتر. حسب ما بتقول الشركة فهي قدرت إنها تقلل استهلاك الطاقة 75% في المعالج ده عن اللي قبله. كمان الشركة بتقول إن المعالج ده أقوى 3 أضعاف ونص من المعالج اللي كان في 2014 وهو الكورتكس A15. ومن الصورة دي واضح إن الأداء أو واستهلاك الطاقة هيبقى أفضل مرة ونص عن الكورتكس A57. زي ما انتم شايفين برضو في الصورة ان التحسن بين الكورتكس A57 و A72 اكتر من التحسن بين 57 و 50. ده كان كلام الشركة، فهل ده حقيقي؟ الحقيقة ان الشركة تقريبا كلامها صح. بالنظر للتجارب العملية لمعماري الكورتكس A72 في معالج هواوي كايرن 950 اللي موجود فيه الميت 8، هو حقق فعلا احسن اداء وتحسن كبير جدا في اداء البطاريه بين الميت 7 والميت 8 اللي بنفس حجم البطاريه ونفس الشاشه. كمان التحسن اللي انتم شايفينه في الصور دي دلوقتي تقريبا وصل فعلا ل 95% زي ما الشركه بتقول. وزي ما انتم شايفين دلوقتي دي اختبارات موقع جي اس ام ارينا لهاتف ميت 7 واللي كان المعالج بتاعه بيشتغل باربع نواه كورتكس A15، ودي برضو اختبارات الميت 8 والمعالج بتاعه كان شغال باربع نواه من كورتكس A72، فرق كبير جدا في استهلاك الطاقه. كمان في الاداء فالميت 8 اللي شغال بمعالج هواوي الجديد اللي هو بيتكون من اربع انويه كورتكس A72 مع اربع انويه كورتكس A53 للمهام الخفيفه، حقق على البنش ماركات لحد دلوقتي اعلى اداء. كمان في البنش ماركات المسربه لمعالج سناب دراجون 820 اللي بيستخدم معماريه كوالكوم الخاصه اللي باسم كرايو ظهرت انه بيدي اداء اقل بفرق ملحوظ من الـ A72 وكمان اقل من الاكسينوس 8890 واللي المفروض برضو بيشتغل بمعماريه A72. ولو جينا نبص لمعالج سناب دراجون 650 واللي بنشوفه في هاتف زي تشاومي نوت 3 برو اللي ممكن تشتريه ويوصل لك مصر في حدود 2200 جنيه، هتلاقي في البنش ماركات بتاعته تفوق بفرق كويس جدا وفرق ملحوظ على سناب دراجون 808 اللي هو لو بصينا له هنلاقي ان المعالج نفس الشكل تقريبا، الاثنين سداسي الانويه، ال 808 شغال بنواتين اقوياء كورتكس A57 واربعه A53 للمهام الخفيفه، اما السناب دراجون 650 فبرضه اثنين لكن كورتكس A72 مع نفس الاربعه للمهام الخفيفه. وهنا هتوضح لينا ان معالجين بنفس الترتيب، نواتين اقوياء واربعه للمهام الخفيفه. كمان ال 808 بكلوك سبيد اعلى والفاب سايز بتاعه اقل، مع ذلك تفوق ال 650 واضح، وده بفضل النواتين الكورتكس A72. وده يدينا انطباع ان فعلا كورتكس A72 قوي جدا زي ما الشركه بتقول. زي ما قلنا من شويه ان معماريه كورتكس A72 تغلبت على معماريه كرايو من كوالكوم حسب تسريب البنش ماركات لسناب دراجون 820، ودي حاجه ما كانتش بتحصل قبل كده ان معماريه كوالكوم الخاصه حد يتفوق عليها. وكنا دايما بنعتبر الكورتكس اقل من الكرايت القديمه بتاعت كوالكوم. وبس دي كانت نظرة على معمارية شركة ارم الجديدة كورتكس A72. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، كومنت وقول لنا رأيك، واشترك في القناة لو مش مشترك، وتابعنا على انستجرام وفيسبوك وشوف المدانة بتاعتنا. وبس سلام.